والتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية. ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال للأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري ببرنامج أرقام وأسواق. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ انجي، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه استاذ محمود، بالرغم من اتجاه غالبيه البنوك المركزيه بدول الخليج لرفع الفائده اسوه بالاحتياطيه الفيدرالي، الا ان بورصه ابو ظبي ارتفعت اليوم بعد تراجع دام لثلاث جلسات. قبل ان نتجه لتحليل جلسه اليوم، كيف يؤثر رفع اسعار الفائده على سوق المال؟ بالطبع خلينا في البدايه كده نوضح مدى تاثير بيئه الفائده المرتفعه عامه على اسواق المال، واللي بالطبع بتأثر بشكل كبير سلبي على جميع أسواق المال، وليس أسواق المال داخل المنطقة ولكن عالميا. هنلاحظ السوق الأمريكية بالأمس مع إعلان الفدرال الأمريكي اللي كان متوقع رفع ربع نقطة أساس، ولكن كان هناك هبوط إلى حد ما أسوة يعني بما تم خلال الفترة الماضية. مع كل رفع بيتم هبوط الأسواق عامة أو أسواق المال العالمية، ولكن كان متوقع رفع نقطة أساس، أو كان هناك توقع من قبل بنوك الاستثمار العالمية أن كان يكون في رفع من قبل الفدرال الأمريكي لاحتواء أزمة التضخم. ولكن هنا أنا هوضح نقطة، لابد هنا من توصيف أزمة التضخم يعني مختلفا على جميع الدول. النهارده التضخم داخل الولايات المتحده الامريكيه او داخل اوروبا عامه هو تضخم حقيقي، وبالتالي هو هنا بيستخدم ادوات زي بيئه الفائده المرتفعه لاحتواء هذا التضخم نتيجه او تبعيه لما حدث منذ ازمه كورونا، ويعني تلاها بعد ذلك الازمه الروسيه الاوكرانيه. وبالتالي هو هنا احدى الادوات التي يستخدمها كمحاوله للسيطره على معدلات التضخم هي بيئه الفائده المرتفعه. ولكن بالطبع هذا قد يعني لا يلائم بعض الاقتصادات الاخرى او بعض المعالجات في الاقتصادات الاخرى، لكن قد يكون هناك نوع من انواع التضخم المستورد مثل التضخم المحلي الذي نعاني منه داخل مصر. وبالتالي هنجد ان بالطبع هناك علاقه عكسيه كبيره ما بين ارتفاع معدلات يعني ارتفاع بيئه الفائده المرتفعه وما بين حركه اسواق المال سواء يعني عالميا او سواء داخل المنطقه. كان هناك تاثير طفيف حد ما على الاسواق الامريكيه، ويمكن جلسه اليوم داخل السوق الامريكي هناك تاثير وهناك هبوط، ولكن ربما يتم العوده مره اخرى تطبيعا لما كان يحدث، لان ليس بالجديد ان كان يعني يعرف انه سوف يتم رفع ربع نقطه اساس، ده كان متوقع من قبل. وبالتالي اتوقع ان تعود الاسواق الامريكيه للارتفاع مره اخرى، ولكن هنا هنجد ان الاسواق الاماراتيه اليوم خالفت، وبالتالي يعني بالنسبه لتحليل سوق ابو ظبي هناك عده محددات تتحكم في اسواق المنطقه وبالاخص سوق ابو ظبي الاوراق الماليه او الاسواق الاماراتيه عامه. ما هي عده محددات ايجابيه، يمكن اهمها التقارير الاقتصاديه الايجابيه جدا، ومؤخرا تقرير صندوق النقد الدولي، والذي يمكن لوح او تم التلويح انه او تم التصريح ان هناك معدلات نمو ايجابيه جدا خاصه بالاقتصاد الغير النفط داخل ابو ظبي بما يوازي 3.9%، وكذلك داخل دبي بموازي 3.8%. ده امر ايجابي جدا، هناك اساسيات قويه داخل الاقتصادات الاماراتيه بشكل ملحوظ اثرت على نتائج اعمال الشركات بشكل ايجابي خلال العام الماضي، وبالتالي خلال هذا الربع من العام قد تكون دابع يعني داعم ومحرك رئيسي لحركه الاسواق الاماراتيه. اليوم هنشهد ان الاسواق الاماراتيه عامه وصلت لاعلى راس مال سوقي حققته في تاريخها 3.4 تريليون درهم، بالرغم ان الصعود كان طفيف الى حد ما داخل سوق ابو ظبي ب 30 نقطه، ولكن لا تزال الامور ايجابيه جدا خاصه بالاسواق الاماراتيه. هنجد ان صافي مشتريات المستثمرين الاجانب داخل الاسواق الاماراتيه عامه وبالاخص سوق ابو ظبي ايجابيه جدا خلال الفتره الماضيه، نتيجه ان يعني المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الموجودة عالميا يشعرون أن هناك مأمن داخل الاقتصادات الإماراتية، أو هناك شعور بالأمان داخل الاستثمار داخل الأسواق الإماراتية عامة. هناك نشاط ملحوظ كبير جدا نتاج الاكتتابات والطروحات الأولية والغير والطروحات الحكومية والغير حكومية التي تمت داخل الأسواق الإماراتية، وبالأخص سوق أبو ظبي الأوراق المالية كانت من أهم الدعائم أيضا، من أهم النقاط لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومؤخرا اكتتاب أبنك للإغتاز والذي يشهد السهم نشاط ملحوظ إيجابي جدا منذ إدراكه. وبالتالي كل هذه العوامل تدعم من الاستقرار النسبي بالنسبه للاسواق الاماراتيه وبالاخص سوق ابو ظبي الاوراق الماليه. اغلق اليوم سوق ابو ظبي الاوراق الماليه على ارتفاع طفيف ب 30 نقطه باداء ايجابي الى حد ما. اغلق يعني تم حجم تداول اليوم داخل سوق ابو ظبي كما اعلنت حضرتك في التقرير، بلغ تقريبا ما يقرب من 1.3 مليار درهم بشكل ايجابي جدا. هناك نشاط ملحوظ على اكثر من 8 اسهم داخل سوق ابو ظبي الاوراق الماليه، اهمهم طبعا سهم العالميه القبضه. وبالتالي هذا الاداء المنفصل او الايجابي الى حد ما بالنسبه للاسواق الاماراتيه هو ليس من فراغ، ولكن نتيجه اساسات ومحددات يمكن شرحتها لحضرتك. وبالتالي انا اتوقع ان يستمر الاداء الايجابي خلال جلسه غد بالنسبه لسوق ابو ظبي الاوراق الماليه حتى يقترب من مستوى 9000
ثم يعاود بعض عمليات التصحيح مع مراقبة ومتابعة المشهد العالمي، جميع الأسواق المالية العالمية في حالة تخوف من حالة دخول ركود تضخمي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع ده قد يؤثر على جميع الأسواق وليس الأسواق المنطقة فقط غير. ولكن أنا أرى أن يعني أداء الأسواق الإماراتية وبالأخص سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو أداء إيجابي إلى حد ما نتيجة المحددات والأساسيات الصلبة القوية للاقتصاد الإماراتي، وبالتالي أنا أتوقع أن يستمر الارتفاع والأداء الإيجابي بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية جلسة غد إن شاء الله حتى يقترب من مستوى 9800 نقطة، ومع ظهور الرؤى وحالة اليقين وعودة حالة اليقين لجميع المستثمرين ومدى الرؤية الخاصة بالمشهد الاقتصادي المرتبك عالميا، أتوقع أن يخرج مؤشر سوق أبو ظبي برا هذا النطاق العربي مدعوم بفعل النتائج الربعية لكثير من الشركات الإيجابية جدا التي قد تظهر خلال أو تتتالى في الظهور، ثم بعد ذلك الاستمرار في قطار الطروحات الناجح جدا والذي برهن على نجاحه بصافي المشتريات الأجنبية داخل سوق أبو ظبي الأوراق المالية والأسواق الإماراتية، ثم يعني ده كان يكون ليه دور إيجابي في خروج برا النطاق العرضي من نقاط 9500 نقطة ل 9800 نقطة وتحقيق خلال هذا الربع الاقتراب قرابة مستوى ال 10400 نقطة البيك اللي حققه سوق أبو ظبي الأوراق المالية. نعم أستاذ محمود، ده بالنسبة لسوق أبو ظبي. ننتقل لسوق دبي الذي ارتفع اليوم أيضا، ما تحليلك لجلسة اليوم؟ طيب خلينا أشرح لحضرتك سوق دبي يحقق أداء إيجابي جدا منذ بداية العام، ارتفع سوق دبي بشكل ملحوظ جدا بما يقترب من 7% تقريبا كمؤشر سوق دبي الأوراق المالية، وده برضه لعدة محددات أو أسباب. النتائج الإيجابية جدا الخاصة بالقطاع المصرفي والخاصة بالقطاع العقاري المحددين الرئيسيين للتعاملات داخل سوق دبي كان ليهم دور إيجابي كبير جدا في النشاط الملحوظ الذي حققه مؤشر سوق دبي أو سوق دبي عامة، ده أيضا بخلاف الطروحات التي تمت داخل دبي واللي كان ليها دور ونشاط كبير في استقطاب كثير من المستثمرين الأجانب، ده عامل مهم جدا أيضا ساعد في النشاط الملحوظ داخل سوق دبي وكسر العنق الرئيسية 3400 نقطة وإغلاق اليوم قرابة مستوى 3590 نقطة بأداء إيجابي جدا. أحجام التداول ابتدت تزيد بشكل ملحوظ داخل سوق دبي لتقترب من 400 مليون درهم خلال الجلسات الماضية، وبالتالي سوق دبي يشهد أداء إيجابي جدا ليس اليوم أو ليس منذ أسبوع أو منذ شهر، منذ بداية العام وصعود المؤشر تقريبا ما يقرب من 7%، وبالتالي أنا أتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي المؤشر سوق دبي مدعوم بإعلان نتائج الأعمال أو اكتمال إعلان نتائج الربع الأول من العام للشركات العقارية والقطاع المصرفي، ويستطيع اختراق مستوى 3600 نقطة الذي أغلق قربه اليوم والتجربة قرابة مستوى 3750 نقطة خلال جلسة الغد وجلسة الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم أخيرا أستاذ محمود، كيف سيؤثر رفع الفائدة على أسواق المال العربية خلال الفترة المقبلة؟ ممكن أوضح لحضرتك أستاذ إنجي، هناك حالة يعني زي تطبيع أصبحت يعني لا يؤثر بشكل كبير، هناك يعني أدوات يتم بها معالجة الاقتصاد الأمريكي أو عامة ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة التضخم الحقيقي، وأنا هنا بوصفه بالتضخم الحقيقي التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة زيادة النقود والطلب على السلع مع نقص المعروض منذ أزمة كورونا، ثم تتلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يعني روسيا وأوكرانيا أكبر مصدر موجود في العالم كله لمسألة الحبوب أو المواد الغذائية عامة، وبالتالي الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية من بيئة فائدة مرتفعة لاحتواء معدلات التضخم هي دور التجديد النقدي لمواجهة تضخم أستاذ محمود، ولكن هي في غفلة أو تغافلت عن أزمة البنوك. صحيح؟ بالطبع، فهناك بعض الآثار السلبية وهناك بعض الآثار الإيجابية. الإيجابية هو بيحتوي معدلات النقود الموجودة في أي المواطنين لعدم الإقبال على السلع، ولكن على النقيض هناك أزمة أخرى، وهذا هو الخلاف ما بين الكونجرس والفدرال الأمريكي. صحيح. أظهر وتروح للبنوك، ولكن هو بالنسبة له كان محدد في مؤتمره الصحفي إن هو يعني ينظر ويشهد معدلات التضخم. صحيح. هي الأهم بالنسبة له. خليني برضه أوضح لحضرتك المصارف التي تأثرت هي مصارف صغيرة وليس مصارف كبيرة، ولكن الخوف من تفاقم الأزمة، وبالتالي هنا في معالجات التضخم عامة أمريكا تتبع بيئة الفائدة المرتفعة، ليس بالطبع زي ما شرحت لحضرتك في بداية الحلقة أستاذة إنجي، ليس تكون هي المعالج بالنسبة لاقتصادات أخرى، هناك تضخم مستورد ناتج عن يعني عوامل تانية محددة أو عوامل أخرى، وبالتالي أنا أرى إني مع تخفيض وتيرة التشديد التي تم التلويح لها من قبل الفدرال الأمريكي. صحيح. قد يكون لديها دور إيجابي على سوق الأسهم أو الأسواق الأسهم العالمية خلال الفترة القادمة. تم يعني هناك حالة من التعود من رفع الفدرال الأمريكي منذ يمكن عام تقريبا على بيئة الفائدة المرتفعة والاستمرار في رفع الفائدة، ولكن هذه الدورة هي دورة تجديد نقدي سوف تنتهي قريبا، وده تم التلويح في بعض التصريحات دي، ثم يعاد مرة أخرى إلى التثبيت أو التيسير النقدي، وبالتالي كان
هيبقى ليه لسوق ويمكن ده اثر على الذهب برضه وارتفاعه بشكل كبير. صحيح. مع هبوط الاسواق الامريكيه. وبالتالي سوف يكون يعني عوده التيسير النقدي خلال او انا ارى او توقعي الشخصي انها تكون في القريب العاجل، مساله يمكن اقل من شهر تقريبا يتم التثبيت، ثم تبتدي اسواق الاسهم مره اخرى يعود لها النشاط الملحوظ، وطبعا ده الارتباط بعوده حاله الثقه واليقين للمستثمرين عامه على مستوى العالم. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، لمشاركته معنا اليوم.